فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة ما في شعبي مسخن. طبعا الشعبين الليلة بكون مشوا العزة هناك، كونوا ماشيين هناك يبكون أباهم الشيخ الترابي. ها فرصة مفتوحة للمداخلات، مستغلين فرصة مفتوحة. جبهجية ها فرصة مفتوحة للمداخلات والنقاش والأسئلة. طيب ده كتاب بتاع الطريقة الختمية، في كتب كثيرة نحن ما جبناها معانا، لكن دي نماذج من كتب الطرق، عرفتها؟ والكتب دي يا اخواننا بنجيبها لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. احنا لما نتكلم عن زول بنتكلم معاه بالدليل، فهمت؟ ودي اللي حيرت كثير من التنظيمات، ما بتقدر تتكلم معانا. أي تنظيم لما تجي تتكلم عنه بتلقانا تكلمنا عنه بأدلة وبكتب اللي هي كتبها ذاتها، عشان كده ما يقدر ينكر أو يتكلم أو يمشي يفتح بلاء، لأنه في حاجة اسمها حقوق ملكية فكرية. أنا لو كذبت عليك أو قولتك كلام أنت ما قلته ولا ما بتعتقده، من حقك تمشي تفتح فوقي بلاء، تقول الزول ده قال كده ويفصل لك القاضي. لكن ما دام الكتاب كتبته أنت بإيدك بعد ده تتحمل أنه ده ضلال نشرته للناس وقلت للناس الكلام ده، ده اللي بيدخل الناس الجنة. طيب أديك قصيدة الختمية بيتكلم عن شيخه، الشيخ بيتكلم عن نفسه، قال ده كتاب اسمه النور البراك، وده عند الموالد عند الختمية مشهور جدا. يقول لك نحن دارين نقرا البراك، سموه كده النور البراك في مدح النبي المصداق، تأليف ختم أهل العرفان. تعرف ختم أهل العرفان معناه شنو؟ معناه ده الختم، ومن هنا سميت الطريقة الختمية، لأنهم قالوا شنو؟ ختموا الولاية. تاني ما في ولي بيجي بعد محمد عثمان المرغني، عثمان المرغني الكبير مش اللافي في لندن ده، بعد ده جابوا له ولد. والصوفية عندهم قاعدة أن ولد الولي ولي، وأن ولد الشيخ شيخ، وأن ولد الفكيه فكيه إلى آخر، فهمت؟ وإن كان أفسق الناس. قاموا جابوا له ولد، قال لهم أنتوا الآن قلتوا الشيخ محمد عثمان المرغني الختمة، ها ولده ده ما لو قلتوا ده ختم الأولياء معناه آخر ولي، آخر بني آدم بخش الجنة، أنه الجنة ما بخش إلا ولي. قالوا دي نحلها كيف؟ قالوا نسميه سر الختم، ندخله بالسر، فسموه سر الختم ودخلوا الجنة. ليلة الختمية السر ذاته قام جاب له ولد، قالوا نعمل له شنو؟ قالوا نسميه تاج السر، نركبه في راسه وندخلهم كلهم الجنة. لعب بالدين. أسمع الزول ده بيتكلم عن نفسه بقول شنو؟ قال أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. ودي يا أخواننا ما في زول صالح بيتكلم عن نفسه بالطريقة دي، إنه يقول أنا وأنا وأنا، فهمت؟ قال السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. قال أنا ملائكة الله سجدت لما شافوني لإهلالي، ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحواله، مراقبا ذاته في كل مرتقب حتى ظفرت بما راغبت في بالي، فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. قال أنا حصلت مرحلة، حصلت فوق الله. ودي قاعدة عند الصوفية اسمها عقيدة وحدة الوجود، ودي بأصلها أحمد المنتصر في التلفزيون. يقول لك أنت تعبد الله لغاية ما تبقى أنت ذاتك الله، وهذه هي العقيدة التي قتل بها محمود محمد طه. محمود محمد طه أنت قال كتلو في شنو؟ قال أنا الله. قال لا زول توب، قال لا ما بتوب. توب يا زول، قال ما بتوب. فقتل بسيف الإسلام لا رحمه الله، فهمت؟ وبرضو عندنا على أدلة. طيب قال فالعرش، ده الشيخ بيتكلم عن نفسه، والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. قال فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي، وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي، وكل غوث به دان الوجود له
أعرته خلعة من سندس القال وكل فرد على في الله مشهده وهبته شعرة من نور تمثالي أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي أنا الصراط القويم المعطي مني كلا الوجهين حقهما من غير إخلال إلى أن يقول واستمطروا بالفيض نعمركم بوابل الكرم القدسي في الحال واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقاييدي وأذيالي يعني أمسكوا فيني أنا قال فمن تمسك بي الزول اللي بيمسك في الشيخ أو حل في حرمي أو مشيط الضريح لو الشيخ ميت نال المرام بلا ريب وإشكالي إلى أن يقول أنا الجليس على العرش ده الشيخ قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا رأيكم في الكلام ده شنو يا أخوان ده مش قال أنا الله ده مش قال أنا الله فهمت فدي العقائد بتاعته في النيل الأزرق جابوا ولد الكباشي الطيب الجد قال له ورينا من كرامات الكباشي في ناس طبعا بيخافوا يقف بعيد وبيسمع فهمت في ناس بيكون قاعد لكن بيرجف ما بيعمل حاجة الشيخ يقول لك والله كان في واحد بيتكلم في الشيوخ ديل وقاموا الشيوخ نفخوه وين ما بينفخ فهمت ما بينفخ أي حاجة يقول لك تتكلم في الشيخ بيعوج حنكك لي سنين بتكلم الحمد لله ولا عملت ميزان ضرعات ولا مرة واحدة فهمت ما بتعمل حاجة الشيخ بتاع شنو ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تعرف القطمير ده شنو القطمير تعرفه شنو ده اللفافة على نواة البلحة القشرة البيضاء في جن البلحة دي اسمها القطمير ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واحد يقول لك لا بيسمع طيب قول بيسمع ما استجابوا لكم ما بديك حاجتك أنت دايرة ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ربنا قال ولا ينبئك مثل خبير فديل ديل الصوفية ده قال أبونا الشيخ ربنا أداه كن فيكون على لسان المذيع جاب هاجي وداك صوفي المذيع اللي قال إنه الصوفي ده جابه كبيرة طبعا في قناة النيل الأزرق والتلفزيون قام قال لا طبعا يا شيخ أنت بتقصد إنه هو بيسأل الله والله في يده كن فيكون مش الشيخ عنده كن فيكون لا قال له أبونا الشيخ هو في يده كن فيكون طلع بليد والحمد لله وسغلنا الكلام فقام قال له طيب في دليل قال أيوة لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما يشاءون عند ربهم الأولياء وهذه الآية في سورة الزمر قال له يا سلام عليك استدلال عجيب بليد لهم ما يشاءون عند ربهم العلماء قالوا في الجنة ده كلام ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير مش المقصود بها إنه لهم ما يشاءون عند ربهم الشيخ ينزل لك مطرة والله مشينا قبل فترة هنا جهة خليك من ذكر اسمها بيجاي نيل الأبيض بيجاي الجماعة مشوا للشيخ الفكي قال بيجيب المطر والله ناس بيدفعوا له قروش ياخذ لو بيجوز لو صحيح بيقدر ده ما بجوز تمشي له ليه؟ لأنه ده بيع ما لا يملك أنت المطر في جيبك يا شيخ في واحد اسمه فكير عاد والله جد ده الصوفية الكون ده وزعه كله فهمت؟ خليه ينزل فوقي رعد ولا صاقع أنا متمني شيخ يقدر ينزل فوقي حاجة والله ما يقدر أقف له في حلقومه لا يقدر لا أنبلع له ولا أفوت فهمت؟ قال مشوا للشيخ قال له قاموا جمعوا شيرينج أخوانا الشيرينج بتاع المطر الزراعة دي بالطريقة دي بتبوظ السنة دي فهمت؟ قاموا جمعوا القروش ودوها للشيخ قال له الشيخ 40 يوم المطر ما جت جروا عكاكيز ومشوا للشيخ يا الفكي ما قلت داير اديناك حقك مقدم والله ده فات ناس الموية ذاته قال له اديناك حقك مقدم وين المطر بتاعتنا قال له والله في فكي في الحلة الثانية أنا داير أنزله وهو مانعة يعني هو ماسك البلف داك ومشوا يتشاكلوا مع داك الناس بيتشاكلوا جوا الجامع والله يا أخواننا مشوا يتكلموا الجماعة بيتشاكلوا جوا الجامع لما أخونا تكلم عن الموضوع ده شيخ الحلة قال له جزاك الله خير حلت لنا مشكلة كبيرة جدا والله الذي لا إله غيره في كتاب اسمه طبقات والضيف الله ده بقروه في جامعة الخرطوم وعملوا له في سنار احتفالية برضه في جامعة الخرطوم وتبنته جامعة الخرطوم
اسمه كتاب طبقات والضيف الله بخصوص الأولياء والشعراء والعلماء في السودان. قال من الأولياء ولي قال عنده حوار اسمه مطر، وشيخ قاعد في التقابة وداري نادي الحوار بتاعه. قال لما جاء مارك كده قال له يا مطر، قال المطر نزلت. قال لا ما قصدي، قصد الحوار ده في كتاب اسمه طبقات والضيف الله، والله الذي لا غير. وانت ما بتصدق، والله اخواننا ما بتصدق، اديك كرامة تانية ما بتصدقها برضو. شيخ اسمه ذاك اسمه مين الدنقلاوي ده قال خليل الرومي، ده كتاب طبقات والضيف الله. هم برام قالوا كده عمل لهم شنو، لانه قال لك اولياء سودانيين، قال اصله دنقلاوي جابري تعبد في الصعيد وسكن سركم. سركم دي انا ما بعرفها، المهم جبت لك الشغلانيه بضبانتها لانه دي لازم نجيبها لك. قال فقال ومن كراماته انه جاء واحد قال لي الشيخ شردت لي خادم، دي كمان اصعب من الاولى دي. قال لي وهذا شنو؟ قال لي اسال الله ان يردها لي. هنا دي ما فيها شيء، تقول لي زول مش شيوعي ولا كوز ولا كده، كوز دعوته ما مستجابه، لانه بكون اكل غنم يداك وقروش الاتحاد وكده، ده ما تمشي له، ولا لواحد حزب امه ولا بعثي ولا كده، ديل ما تمشي لهم. امشي لاي زول مسلم، وما شرط يكون ما عنده معصيه، قد يكون عنده معصيه، صاحبك في الداخليه زول بيصلي وعقيدته كويسه، وقد يكون عنده معصيه، بس قول لها صلي يلا، ما في حاجه، لانه ما من شرط الولي يكون معصوم، لانه لو قلت من شرطه يكون معصوم معناه بقيته نبي. المهم قال له اسال لي يلا. قال له كويس، لكن عندي شرط. الشرط شنو؟ قال له تجيب قال له تجيب ديكا خصيا وبصلة وبرمة مريسة. قال فذهب فجاب اثنين برمة مريسة وبصلتين وديكين خصيين. المريسة ممكن يجيبها، لو ما قدر بيعمل تجربة بتاعت إيثانول، فهمت؟ ما البصلتين قعدات كتار، لكن دي خصي ده وين؟ دي مش أصعب من بتاعة المطرة يا ناس، في خروف وفي بني آدم وفي بتاع، لكن دي خصي كيف؟ فهمت؟ لكن انت كصوفي بتأمن انه في دي خصي وفار عاق والدين وفي قعونجة طرشة، فهمت؟ وسحلية عزبة، ده كله بتؤمن به وما صوفي، فهمت؟ يقول لك لا تقول أبدا لما لا تعترض فتنطرد، دي القاعدة الصوفية. بقيت كده؟ ده كده انت أحسن زول. عشان كده والله أنا أقول لك بصراحة جدا، تبقى بتاع بنجو في الجماعة اللي بيقول لك أنا شايفك وين ديل، تبقى زي ده، وإن كان ده حرام وما بيجوز وكبيرة من الكبائر، وده عليه وعيد إنه تنزل فيك آيات الخمر، من أن من شرب الخمر شرب يوم القيامة من طينة الخبال وغيره من الوعيد. لكن ده بكون أقل سوءا من الفكدة، الفكيل قاعد وجاري سبحة ويرقد لك الخيرة وغيره من المسائل المحرمة والشركية التي تمارس في هذا البلد الذي يسمى في السودان. وانا لو دار اجيب لك كلام زي ده، كلام كثير جدا، كتاب طبقات والضيف الله قال درجات الاولياء على ثلاثه، الاولياء ثلاثه، ونحن عارفين انه الاولياء كتار لا يحصي درجاتهم الا الله. قال صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء وان يمشوا على ظهر الماء، ده اصغر، ده صوفي برلوم، الولي البرلوم عند الصوفيه، هذا يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء. قال والوسطى ان ينطقوا بالمغيبات، يعني يقول لك الغيب، يقول لك غنمايتك هاي، لا هي قاعده هناك فور الشجر ده، كمشي جيبها انت الحرامي ولا شنو يا شيخ؟ عرفتها كيف؟ فهمت؟ قال والدرجه الكبرى وهي درجه القضبانيه، بحيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه درجه ولد ضفع الله، دي درجه ولده كمان، انا ما اعرف درجته شنو. قال لك ولدي بيقول للشيء كن فيكون، ده في كتاب طبقات والضيف الله، وكلام كثير جدا انا لو دار احكي لك المنبر ما بيتسع لنا يا اخوان. لكن تعلم ان الصوفيه هي أسوأ من دين المشركين. ابو جهل وابو لهب في الشدائد بينادوا الله، في الرخاء بينادوا غير الله. ربنا قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما يركبوا البحر والسفينه دارها تغرق والموج دار يشيلهم بينادوا الله. ربنا قال ثم فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لما يمرقوا برا البحر بيقول لك يا اللات ويا العزة ويا غير. لكن هنا في السودان صعب، برنامج صعب في الرخاء وفي الشدة ينادون غير الله، البايرة
تقول لك يا بشرة إن شاء الله راجل مرة تموت مشركة وبايرة، فهمت؟ ذاك يقول لك يا ترعفينا، ذاك يقول يا وتحسونا من المدفونة، فهمت؟ يا ود عويس القلب الغنماية تيس زي ذاك القبل، فهمت؟ ولعب بالإسلام ويقول لك المكاش الشهير من التأخير، دي كمان وهمة جديدة ناس اليوتون البساطة السياحية اكتبها لك قدام، يقول لك المكاش الشهير من التأخير، يعني لو ركبت في الباص ده تصل سريع يا زول، المكاش في سايقه سايق اليوتون ده تبليد في مخك، لعب لعب وشرك بالله سبحانه وتعالى، وينادي يقول لك الكباشي لو داير جنة واللي زي رقاب لو داير ولد، وده كله يا اخواننا شرك بالله، الامور دي كلها عند الله سبحانه وتعالى. ابليس عليه لعنة الله لما ربنا سبحانه وتعالى طرد من رحمته سأل الله قال يا ربنا انظرني الى يوم يبعثون. ها هاي هذه لا قاعده هنا ممكن الناس تشوفها كويس. ابليس سأل الله يديه طول العمر، في كتاب أزاهير الرياض أحمد الطيب البشير قالوا من كراماته إنه عنده حوار، الحوار ده عنده ولد دار يموت، قال فجاءت ملائكة القبض، ملائكة القبض ملائكة الموت تقبضه، فجاء أحمد الطيب وقال لهم للملائكة أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ قال فرجع عند ذلك الملائكة، ملائكة طوالي رجعوا وخلوا إنه يقبض الروح، ربنا سبحانه وتعالى قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دي عقائد الصوفية، والكلام ده قد يجيك واحد جبهجي متفلسف يقول لك لا دي الناس جهال، لا دي ما جهال، دي الكتب دي حق الشيوخ الطرق الطواغيت الكبار برعي وعبد المحمود نور الدايم، أما ناس سخنا خناس جيبوا الفتة دي المساكين ساي ما بلفوا حاجة، يلبس يقول لك الفتة متوم حمتني النوم تلقاه يكورك بس لكن ما عنده حاجة، أما الطواغيت الكبار اللي بيجيبوهم لك في التلفزيون ويؤصلوا لهذه الكتب ديل هم الحاملين هذا الفكر، وده الفكر الأخر المسلمين. احنا طولنا على الناس وممكن نفتح آخر فرصة للأسئلة أو المداخلات أو الحوار والنقاش إن شاء الله. نذكر الناس بالمحاضرة بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مجمع الإعدادية، فرصة مفتوحة لو في زول عنده سؤال للاستفادة وكده. أخواننا ما بنتعامل معه كما نتعامل مع هؤلاء المنتمين للطرق والجماعات، أي زول بنتعامل معه بأسلوب طيب، لكن لما يبقى زول عنده عقائد ودار يفسد عقائد الناس ده نحن بنبقى معه شديدين. ليه؟ لأنه ربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وده من منهج السلف، زول بيلعب ما بنخليه، وده بكسروا ليك دي سمة عقيدة الولاء والبراء، توالي المسلمين وتعادي الكفار، بيجوا استهتروا بها الشعبيين والشيوعيين وغيره، يقول لك انتوا بتقولوا انه لو لقيت واحد نصراني تضطروا لأضيق الطريق، ايوه انا لو لقيت نصراني في زمن قوة المسلمين بضطروا الى أضيق الطريق، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. بخلي المجتمع درجات، في درجة أولى ودرجة ثانية، ما باللون ولا بالقبيلة وإنما بالدين، لأنه ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. نحن مقياسنا للناس التقوى، لو بقيت من قريش وعندك ضلال ما بنخليك، وده اللي بيدعوا له الختمية يقول لك نحن جدنا الرسول وكذا وكذا، لو جدك الرسول وعملك فاسد وتدعو للشرك ما بنخليك، لأنه أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب أنت ما سمعته في الروضة يا ختمي يقول لك أبو طالب عمه كان بيدافع عنه، لو ما هنا يمشي شوف أسأل أخوك الصغير في الروضة، ده مش كده، بعد ده خاش جهنم، والآية القبيل تاع سورة التوبة نزلت في عمه، فهمت؟ ولذلك يا أخواننا لابد الإنسان يكون عنده عقيدة بتاعت ولاء وبراء، وما بجوز للإنسان إنه يسمع لدين المجرمين من الشيوعيين والشعبيين وغيرهم، ده في النهاية دارين يفسدوا المجتمع، الله يفسدوك فساد عجيب، وخاصة بيفسدوا البنات، لأنه الشيوعيين ما بينمو في مجتمع إلا يكون مجتمع فاسد، مجتمع كله الناس بيصلوا في الجامع وكذا وكذا ما بيجوا عليهم، لكن مما يلقوا المجتمع كله فساد وبلاوي تلقاه يا دوب بدأ يعشعش شيوعي، بدأ يعشعش يقول لك ده المجتمع بتاعنا، ولابد نعمل جلسة بتاعت استماع لأبو السيد وتلقاهم قاعدين وينشروا للضلال وينشروا للفارغة، فهمت؟
وينشروا للزنا والمسائل دي، والشعبيين بيجي برضو ينشروا لك هذه المسائل، خاصة زي الزواج العرفي. طبعا في مفاهيم كثيرة في الجامعات، الوقت ضيق، لكن احنا بنحاول نتكلم عن أكبر قدر منها. الزواج العرفي، تلقوا نفرين قعدوا في الجامعة، يتلاقوا في الجامعة، فهمت؟ كان في الثانوي ده بيجاي ودي بيجاي، يتلاقوا في الجامعة وطبعا عندهم صدمة حضارية، يقول لك بالله قاعدة معانا طوالي في الكنبة، فهمت؟ يكون زول كويس جا خش الجامعة كويس، يجي يغشوا الجماعة دي، وده بيستغلوه المجرمين ديل، مشي يقعد معاه ويضيع دينه ويضيع أخلاقه، فهمت؟ يجوا الجماعة ديل كمان باسم الدين، فهمت؟ قلت طبعا كونك انت تمشي تقعد معاه كده كلام ده صح، يعني ما تقعد معاه وكده، انت المفروض يعني تكون زول راجل ويكون بيناتكم في علاقة شرعية. ها في علاقة شرعية عمشنا يا معلم؟ قلت لك طبعا في حاجة اسمها الزواج العرفي، يعني افتبهوا علماء كبار، يعني انت تسمع علماء كبار تقول ده ابن عباس وابن عمر والامام مالك وكده، يكون افتبهوا ثلاثة صعاليق جوا الجامعة، والله لا يسوى نعل حماري ابيه، ما بيسوى ايش، فهمت؟ يقول لك الزواج عرفي كيف؟ يقول لك طبعا انا اجيب شاهندة وشارزات تجي تشهد لنا انه انت تزوجت البتاعة دي، يجيبوا لهم ثلاثة بزيانوس ويقطع له ورقة من الدفتر وقد زوجته كنفسي، قبلت زواجك، وذاك بعد ما يورطهم يقوم ياكل الورقة، وذاك يمشوا كأنهم عرسان. يقول لك يا سلام، بالله عرسوا بتين يا امبارح، يا سلام عليهم، يا سلام، يا زينة عليهم، يا حسرة عليهم، ده زينة ده، دليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل 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 وهي زاني. وانت ان رفضت كلامنا، فهمت؟ ودي نصيحه للبنات، الولد ده لو عمل مصيبه وحرام ما يعمل، لكن لو عمل مصيبه ثلاثة أربعة شهور الموضوع بيغتوه، لكن انت لو عملتي مصيبه بعد ذاك ابوك يبشنب بيجي جاري، وانا كنت راجل الرجال والوداكي وريني العمل معاك العمليه ده منو، وطعنوا بالسكاكين والجماعه يحجزوا وراح نمشي نعقد له، ويا مولانا شوف لنا طريقه، ما عندي لك اي طريقه، يغيموا فيكم الحد بس. ده سببه شنو؟ ده سبب عطالة هنا، جو أفتون فتوى سيئة، زواج عرفي وغيره. عشان كده احنا نصيحتنا للشباب: خليك زول عفيف، ابعد من البنات. بيجيك الشيوعي والشعبي والتنظيمات دي كلها، حتى الكيزان عندهم الحب الاسلامي او الخلط الاسلامي، يقول لك طبعا عشان يكون الخلط بتاعكم اسلامي انت ما تتلصق، لو تلصقت ده ما بيجوز، لكن لازم يكون المسافة بيناتكم متر 99 سنتي، ما بيجوز 90 سنتي حرام، لكن لازم يكون في خلط متري، فهمت؟ تقول شايل لك متر واقف، حرام حرام ارجع كده بيجوز يا زول، ده لعب ساكت بالدين، فهمت؟ يجي يلعبوا بيك، خليك زول عفيف، فهمت؟ وخليك زول بيقول عليك زول متخلف وزول رجعي وزول راديكالي، فهمت؟ وزول منكفئ وزول متقوقع وزول ناطي من العصر الحجري، وزول قول لهم تمام، لكن شادي حيلي راجل واحد تلقاه ملصق له جنبيت ست ساعات، يقول لي يا مولانا في شنو؟ يقول لك لا والله ما في حاجة، ما دي زميلتي ما في أي شيء، يا زول ما في أي شيء، أي حاجة ما في أي شيء، يقول لك والله ما في أي شيء، كويس، والله أنت عارف بطريقتك دي، بطريقتك دي أنت مشكلتك كبيرة جدا، هاي ده المفروض طوالي يعملوا له سمكرة وكده وينزلوا له الكتينة بتاعته، وبعد ذاك يمشوا يشوفوا الروكر بتاعه شغال ولا لا، ده موضوع طويل جدا، والله الذي لا إله غير، تقعد جنبي ما بتحصل حاجة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله وبالله وتالله. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بقع واضح، الرسول قال فتنة على 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 الأمة أضر على الرجال من النساء ما ترك. أنت بقيت زول عامل فوق الود الحبيب والمرهف والحساس وعمر إحساس، أمشي دق الباب، يجيك عمها أبوها كده، أقول لها عمنا والله بنتك لقيتها في الجامعة ودائرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهمت؟ بعد ذاك تحت النبق تألف فيها قصيدة، تعمل فيها معلقات سبعة ولا عشرة، زول سألك ما بعد تعرس، لكن ما ممكن هنا في الجامعة تلعب بأعراض المسلمين، فهمت؟ ودي وصية للبنات، البيت لازم تبقى عفيفة، وما تبقى رخيصة، أوعى تبقى رخيصة، وكل ما بقت رخيصة بتتورط، وأنا متأكد الخلطك ده وقال له هذا ومعاه كده، بعدين لما تتخرجوا تقول له اسمع عرس البيت دي، يقول لك منو؟ انت بتلعب ولا شنو؟ يقول لك انت زول فاره ولا شنو؟ ده كان زمن ساكت بتاع شباب،
لكن هسه انا بقيت مولانا ويقوم يجيب له سبحه. استغفر الله، انت زول مجرم يا كلب، لعبت باعراض الناس. فبغوش يكسايد ورطك، وبعدك تبقي في جريده حكايات وقلب الشارع، وتمشي تكتفي للصفحه بتاعت غدوني للنور. كان معي واحد افتاني انه سيحبني، وكل ما لاقاني قال لي قلبي فرفر والشمس خدرت والنجوم بالليل ما ظهرت الى اخر. وقد وعدني بانه سوف يتزوجني، وفك لي مكانات وغشاني وقطعنا النجايل فهمتها، ومشينا مسافات بعيده بالكرعين وخلينا المواصلات الى اخر. وبعد ذاك لما مشى الحله، امه قالت لي انا مرجياك بيت عمك. يقول لها حاجه طبعا على مستوى البيت والراي والراي الاخر، وبما انه انبسغت وانا كطالب جامعي وارى انه المرحله القادمه، امه تقول يا زول اوي اتلفظ يا ولد، بيت عمك دي بس عيبه لي. يقول لها حاجه لكن ما ممكن الدغمائيه دي، هذه ثنائيه التفكير القطعي، لابد يكون في راي وراي اخر. امه تقول لها وتهوي بس بيت عمك دي عيبه لي. طوالي عملوا لي نظام زي قدح كفرن سيستم، يغطي قدح وطوالي. ها بعد ذاك يكتب للمسكينه دي، يقول لها طبعا تلك الحاجه الدغمائيه التي ما سمعت كلامي وما عبرت مشاعري وما انبسغت مع احاسيسي و الى اخر، وغدا عرست بيت عمي واعتذر لك الى اخر. ديك ديك بعد ذاك بتبقى في البلاوي دي، تقول لها طبعا والله يعني تمسك الجواب وزول ده كان واعدني، وتقعد تتبكى فهمت. تجيها واحده صاحبتها تقول لها طبعا يا اخي انت عندك مشكله مشاعريه، ورسل لي بنت وهب في جريده قلب الشارع. ديك تقول لها من المعذبة ألف نونها، أنت ترخيص الجزيرة ولا شنو؟ تقول لها من المعذبة ألف نونها، وكان في واحد غشيني وقال لي بعرسك و والأخت بنت وهب قودوني إلى النور. الأخت بنت وهب تقول لها هذه التجربة الأولى وعليك بالتجربة الثانية، بدل تغود إلى النور تغود إلى الظلام، فهمت؟ لعب ساكت والله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة القصص قصة بنتي صاحب مدين. ربنا سبحانه وتعالى حكى قصة موسى عليه السلام. ربنا قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. موسى عليه السلام لما مرق وطلبوا فرعون لقتله، خرج عليه السلام لينجو بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما ورد مدين، لما حصل مدين لقى في بئر كبيرة في مدين، ولقى في رعاة بيسقوا في غنمهم بشيلوا من البير وكذا، ولقى في بيتين واقفات بعيد عندهم غنم بعيد هناك. مشى لهم موسى عليه السلام، قال ما خطبكما مالكم؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. مرى كلام مجيه ومرى عفيفه، قالت له ونحن لا نسقي، عشان ما تقول لنا رح وما رح، قطعت الكلام. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن وكتنا لما الرعاة ديل انتهوا ويسوقوا بهايمهم حتى نحن نجي شنو؟ نجي نسقي بهايمنا. ها؟ ولا نختلط مع الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب ما في سؤال ثاني، انت ما عندك الراجل يسقي ليك ليه جايات انت؟ عشان ما يسالنا السؤال ده. قالت وابونا شيخ كبير، عندنا ابونا زول واحد وزول كبير ما بيقدر يجي، تاري بعد ما في طريقه لكلام كثير. لكن هنا والله الواحدة ولا بتهبش بلا تجيك ناط يا بنت الناس، ما تخلي عندك حياة، يا خلي عندك حياة، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا موسى عليه السلام في شهامته. موسى عليه السلام زول شهم وزول بتاع عرض، زول راجل رجالة، هكذا هم الأنبياء عندهم الشهامة والرجاله دي. هذه قيم مفروض تكون موجوده في الشباب. واحد تلقاه بيلعب باعراض الناس، برضه انت عندك اعراض، انت عامل فوق شفت بتهتك عرض زول، في شفت ثاني بيجي بيهتك عرضك في البيت، فهمت؟ زي ما انت عملت هذا دين لابد من قضائه. قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب قال جاءته قائله بخمارها على وجهها ومطاطئة رأسها. شوف البيت دي مؤدبة كيف، والله سي في واحدة انت في الكاشير تدفرك تقول سادومبا، والله جد يا بنت الناس ده شنو ده يا حياة ده كويس. ربنا قال جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت
إن أبي، أنا ما عندي معك موضوع، موضوع مع أبوي هناك. إن أبي يدعوك ليجزيك، شوف الخطاب كله راجع لأبوه هناك، أنا ما عندي معك كلام. ليجزيك أجر ما سقيت لنا. دايرني ليه؟ وفي شنو؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ده دايرك عليه. فذهب موسى عليه السلام. فهمت؟ فكانت امرأة عفيفة. عفيفة، ربنا سبحانه وتعالى حافظها وزوجها لنبي. زوجها لنبي من الأنبياء، ولذلك الواجب على بنات المسلمين أن الوحدة تكون عفيفة. ها؟ تكون عفيفة. وتعلم تماما أن هذه مغروسة في الرجال. لو أنت بجد دار تعرسي راجل، وهذه غريزة في الرجل والمرأة، أنه أي واحد دار يكمل الثاني. كويس؟ لو أنت أصلا بجد دايرة راجل، راجل تامي ما يكون نص استوى، فهمت؟ أو بيض فاسد. أنت لو دايرة راجل نجيض، الراجل النجيض دايرة البيت اللي بتكون عفيفة وبعيدة من الرجال، ما دار له واحدة تعت لخبطة ولا كده. لأنه بقول لك أنا بشتغل، بتخرج من هنا اقتصاد هندسة غيره غيره غيره، بمشي بسافر، أمشي الخلا، أمرق برا السودان، أعمل غيره من الأمور، بكون بعيد. ولازم تكون المرأة البعريسة دي لما أقفل على الباب أنا أكون مطمن، أكون مطمن. ودي بتكون سبب في ضياع البيوت. عشان كده غالبا بتلقى النسب الزواج من الخلط بتكون بسيطة. ولو في زواج، لو في زواج كله بينتهي بالطلاق، كله بينتهي بالطلاق. فهمت؟ ليه؟ لأن أخواننا بديت بشنو؟ بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الحرام. والراجل عليه أن يكون كيوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عرض عليه الزنا، وكان في بيت امرأة العزيز، وفي بيت العزيز، واجتمعت فيه من أسباب الزنا أشياء كثيرة، منها أن يوسف عليه السلام كان وسيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: رأيته ليلة أسري بي وقد أعطي شطر الحسن عليه السلام. ومنها أنه كان شابا، شابا والشباب فيه القوة. ومنها أنه كان أعزبا لا زوجة تكسر شهوته. ومنها أن يوسف عليه السلام كان خادما، والخادم يدخل بيت سيده ويخرج من غير شبهة. ومنها أن يوسف عليه السلام كان غريبا. بيقول لك بلدا ما بلدك ما تتم المثل، خلوه خلوه. فهمت؟ دي اجتمعت في يوسف. ومنها أن امرأة العزيز هي التي دعته، قالت هيت لك. ها؟ شوف بعد ده كله يوسف عليه السلام قال معاذ الله. والله يا اخواننا الشبكات الموجودة في الجامعات، أنا تخرجت من السودان والجامعات دي كلها لفينا، جزيرة، سنار، دمازين، ها جامعة الخرطوم، الجامعات في الخرطوم كلها، كسلة، القضارف، بور سودان، غيرها من الجامعات، عطبرة غيرها. النسب بتاعت الشبكات تحت الدعارة دي، ودي شبكات شغالة شنو؟ شغالة تهدمكم انتم. واحد بيعمل لك فوق مفتح انه مثلا رمضان قرب، انا ما بتكلم معاك كشاب، انت قال انا جاي من وين؟ ولو الجماعة دول طبعا بيتكلموا من كوكب ثاني، اظن انا معاك هنا في كوكب السودان ده. فهمت؟ هنا ده معاك شريحتي سوداني ومعاك سوداني، خليك سوداني. فهمت؟ انا معاك هنا ومعايش الواقع، ولا انا مقفل ولا شنو؟ انا غاملني في عيش، عارف معاك الحاصل. المهم فشوف الشبكات دي قاعده تورطك، واولاد ناس وبنات ناس ضيعوهم ضيعوهم، وبينشروا فيك ال 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 الامراض تحت الزنا والبلاوي. يا اخ اعجب موقف، والله انا الموقف ده حيرني. واحد دكتور قرب يتخرج قبل 3 سنة، بس يكون يتخرج من جامعة افريقيا، كان شغال في الجديد ده اسمه شنو؟ في الصحافة ده، الحواجز بتاعت الصحافة، ابراهيم مالك. قال لي اغرب مشهد جانا نحن، الجماعة بيخلطوا تحت كوبري الفتيحات، ها؟ مشوا من الصباح، البنت اللي قالها بسلاع عباية مرقت من البيت، ماشي الجامعة ادوها القروش، حصلت الحافلة، ايوه يا فلان انت وين؟ انا في النفق، تنزل النفق، انت ما قلت ماشي الجامعه، الذي ماشي النفق، وعداك الله كريم. المهم تلقاهم قاعدين للعصريات ولغايه ما الواطه تظلم، بيجوا ناس الشرطه يجوا يشوفوا الحاصل شنو، يمكن يلقوا ولد مجوع ولا حاجه، والله ما معروف، يعني في ولد وبيت وفي شيطان، حيكون في شنو يعني؟ في 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 بيقروا في سوره الفاتحه، ولا بيحفظوا في سوره النحل،
ولا فسروا في سورة النبأ. ما زينا يعني حيكون شنو؟ نحن أصلا بنتكلم معك بالواضع عديل كده، ما بنلعب معك. فهمت؟ ده الناس الشرطة جا ماشيين جنب المغرب أو قبل المغرب ببسيط، لقوا واحدين في حالة بتاع الزنا وحصل لهم تشنج، الله يكرمك ما قادرين يتفكوا من بعض. جو ناس الشرطة ستروهم، جابوا لهم ملاية لفهم ورفعهم، قال لي والله مدخلينهم في المستشفى، الناس خجلانين لهم، المستشفى دي كلها مدنقرة، لغاية ما ادوهم حقنة منشطة حتى بعد ذاك الله ستر. يا ناس أسي في داعي ليه ده؟ أنت ما ممكن ربنا يقبض روحك وأنت بتسوي في البلاوي دي؟ عشان كده أنت ما تعتقد، ها؟ ما تعتقد أنك بتفوت ربنا أو بتخادع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما تفتكر أنك تفوت أو تخدع الله، ولذلك تكون إنسان عفيف ومستور. فاجتمع في يوسف عليه السلام من أسباب المعصية، هذه الأسباب الكثيرة، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى رفعه وبقاه هو الملك يوسف عليه السلام بعد سنين. عشان كده أخواننا صلي عقيدتك وحالك مع الله، كما في حديث ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، أحفظ حدود الله، الله بيحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدي نحن وصيتنا للناس، ما دارين من الناس انتخابات ولا دارين تشجيع ولا غيره، نحن دارين الناس يعني يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا هذه الأمور، وإنه يكون أي واحد فينا يا أخواننا، أي واحد فينا يكون هو أداء لأن يصلح مجتمعه وأسرته، ولأن ينشئ أسرة صحيحة تنهض بها الأمة. بالطريقة دي نحن ما بننهض إلا إذا رجعنا إلى الدين، كما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الحق والخير. جزاكم الله خير. إن شاء الله المحاضرة أذكر بها في مجمع الإعدادية بعد صلاة المغرب. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.